عاجل، انتصار جديد للدبلوماسية المغربية. المفوضية الأوروبية تمدد الشراكة الفلاحية مع المملكة المغربية. قررت المفوضية الأوروبية تمديد اتفاق الشراكة الفلاحية مع المغرب، ويشمل الاتفاق المغرب كاملا بما فيه كل الأقاليم الجنوبية للمملكة. وارتباطا بذلك، سجلت البوليساريو في بيان لها اليوم الجمعة تنديدها بتمديد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وهو الاتفاق الذي يشمل أراضي الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. وفي هذا الصدد، أصدرت جبهة البوليساريو بيانا عبر ممثلها بأوروبا والاتحاد الأوروبي أبي بشري البشير، قالت فيه بأنها تابعت النقاشات التي جرت أمام لجنة إنتا التابعة للبرلمان الأوروبي، والتي انعقدت في 13 يوليوز 2021 فيما يتعلق باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتمديد نطاقه إلى كامل الصحراء، مشيرة لرفضها القرار الذي يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة. يسجل أن الاتحاد الأوروبي قد أصدر بيانا يؤكد من خلاله نيته إيفاد بعثة للأقاليم الجنوبية قصد الاطلاع على تأثير الاتفاق التجاري على الأقاليم الجنوبية للمملكة ومدى التنمية المشيدة بجنوب المغرب. كما يشار إلى أن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أوضح بأن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول الاتحاد والمغرب مكثفة، وبأن هذه المنظمة الأوروبية هي الشريك التجاري الرائد للمملكة المغربية، وبلادنا بدورها هي الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي من بين دول الجوار.